السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. مغترب جزائري يوجه رسالة إلى من يقول أين الجزائر مما يحدث في فلسطين. تابعوا معنا هذا الفيديو. بون السلام عليكم خدنا، اليوم جيت نحضر فيديو للجيش تاعنا والجيش الروسي والجيش الصين. نقول لكم باللي خدنا داك اللي هضرت على بورطافيون هو ريبو بدل راه في الطريق إن شاء الله غادي يوصل أرجي، يلفت 16 طيارة بلا من تحت. هذا بورطافيون اللي هضرت عليه بنيتي راه غادي يجيبها عمي شنقري عاون الرئيس دبول. وزيد نقول لكم كيخبر الشباب باللي لاشين راهي بعثت ستة بوابل تاع حرب كبار البحر الابيض المتوسط، سيتادير حنا يجوا عندنا ان شاء الله. الروس ما نهضروش عليها، هذا البورتافو تاع امريكا انا ما يهضروا عليه. يا سيسي يخلعك انت، حنا غادي يديروا له دويره اخويا، غادي يدوروا به ماشي المسلمين، غادي يدوروا به الرجال كيما الرئيس على لاشين وبوتين وحنايا. هذاك بورطافيو غادي ندوروا به، نديروا فروس ان شاء الله، نديروا به سيسي الله يجري بالنيوكليير خويا. حنا عندنا النيوكليير، حنا متخوفنا حتى بلاد صحيح، حنا عندنا النيوكليير اقسم بالله غير لاجيري عندها النيوكليير. وغادي نزيدو نخدمو 2024 لو 3 جونفي خويا، الروس ولا الشين وحنا. هذه غير في راسك خويا باللي تعزم لاجيري. حنا ساكتين، حنا ما هضرناش. لافر تاع غزه لاجيري ما هضرش، بصح غادي تهضر، غادي تهضر هضره للعرب انتوما اللي درت مؤتمر تاع الفول في مصر سيسي غادي تنخلع. ونشكر الرئيس القاطر اللي خرج ثاني، هذيك هي حنا رجال عليك راك تسمع. نحيي هذا بوتين، شوف خويا راك واقف مع المسلمين ولاشين حتى تا لاكوري دي نور، تا لاكوري دي نور الزياره تاع الرئيس تاعنا في لاكوري دي نور هذيك هي الله فاتح امريكا واسرائيل ان شاء الله. افا لافا نوفمبر اوكتوبر 2 نوفمبر الرئيس تبونا في لاكوري دي نور خويا. زيد جيب لنا هذاك، هذا عندنا لي ميسيل نيوكليير مرقب من عند الامريكان، يزيد يشري الرئيس تاعنا. وحنا البوابير اللي جابهم لاشين، لاشين بعد ستة بوابير تاع حرب كبار واعرين راه في محيط، غادي يجوا عندنا في الجزائر وهذا البورتافيون ندوروا به لاجيري والروس ولاشين فوالا. ايا روحوا انتوما دخلوا رواحكم، هذه راك تقول لاجيري كاين الشعب الجزائريين، ما تقلقوش ما تهضروش في بلادكم، ما تهضروش في الجيش تاعكم في الرئيس. الله جيري كانوا يهضروا بدار ما داروا، غادي نديروا حاجه نتقعد في التاريخ، ولاد ولادنا يحكوا عليها ان شاء الله. لا ربي يطول العمر، باش يقول عمي شقري عاش هذا يبقى في التاريخ، وكما هو ريبو مدير والرئيس تاعنا ثاني. حنا رانا مع بلادنا ونديروا الثقه في الجيش تاعنا والرئيس وكلش. النيوكليير راه واجد خويا، والبوابير تاع الحرب تاع لاشين والروس تاعنا راه واجدين، والبورتافيون ندوروا به. ولبنان راه مهضروا قال لك نحلوا لا فرونتير لاجيري، يجيب النيوكليير تاعه والسلاح تاعه، ثم غادي يديروه في الدويره هذاك البورتافيون اللي تهضروا عليه. تحيا الارمي تاعنا خويا، القوه الخاصه لي فام ميليتار، تحيا عمي الشنقريحه، تحيا الرئيس زروان الله يرحمه هو ريبو مدير. راه قال لكم قضيه، قال لكم الرئيس قضيه لا سياسه، قضيه رجال هذه هي، قال لك يا نربحوا يا نموتوا. تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء فوالا صحيح.